ننتقل إلى الرؤية الثانية. المهندس الأديب صابر الجندولي. السلام عليكم جميعا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أهدي طبعا الدكتورة فاتن عرفة والكتابة الرائعة جمال دي سي. ممكن يصوت بعد إذن سيادتك. هو يعني واحدة هيجي إن شاء الله يعني بإذن الله. حقيقة أنا يعني أتشرف طبعا إن أنا قرأت الدكتورة فاتن تقريبا، ده يعتبر الكتاب الخامس. ثلاث كتب اللي هي أخصائي نفسي وقصات نفسية، وقرأت لها الرواية بتاعتها الرائعة جدا اللي هي بيان وكده يعني. فمن هنا قدرت ان انا اتعرض طبعا اخيرا برضه كتاب النرجسي والهيوك. فمن هنا لما يكون القارئ طبعا كقارئ، يعني انا اقدم نفسي اطلاقا كناقد او كده، ولكن كقارئ ومتذوق ليس اكثر يعني. فبالتالي لما يكون القارئ الكاتب او الاديب او الدكتور في علم النفس او في اي مجال، بيبقى عارف طبيعه الكاتب او طبيعه المؤلف بتاع الكتاب دوت هو بيقول ايه، وبيبقى عارف فكره خلاص اتعود عليه، فبالتالي بيقدر يفهم هو بيقول ايه. ملامح، عايز اقول حاجه جميله جدا برضو عن يعني ملامح التجربه عند الدكتوره فاتن في الكتابات بتاعتها ايه. اول حاجه ان احنا ممكن نقدر نلمح ملامح التجربه كمان عند الدكتوره فاتن وكتابتها في علم النفس، اللي هي بتقول لي انا بديك معلومات وارشاد نفسي. طيب هي بتديني الارشاد النفسي والمعلومات في صوره بسيطه جدا جدا اي حد مننا يقدر يقراها. يعني لو قلت حد هو الرجل المتعلم العادي، مش هقول اللي هو المثقف او الكاتب او الاديب، لا، الرجل المتعلم العادي هيقدر بتوصل القارئ حتى يعني يقدر يوصل لفكر الدكتوره فاتن. ليه؟ هي بتقدم لي لغه بسيطه جدا جدا بحيث توصل، مش هقول للعقل وبس، لا، ده هي ممكن توصل للقلب. انا في الكتب اللي هي السابقه بتاعت قصات واخصائي نفسي كان في معلومات هي لدرجه انا كنت بحط بعض الكتب جنبي فعلا، والله ليس مجامله، ان انا ممكن ارجع لها من وقت للتاني عشان خاطر هي بتديني ممكن كانها بتكلمني عن نفسي. يعني لما بتتكلم مثلا وتيجي تتكلم عن واحد بمر بطريقه مثلا نفسيه او قصه حب فاشله او مش عارف، او الام اللي هي بتتعامل مع اطفالها ازاي، لا، ده هي هنا ممكن انا احط كتب، بعض الكتب كده جنبي كده، وممكن ارجع لها في وقت اخر لو لقيت انها فعلا، لان بحس انها ممكن تديني معلومات عن نفسي. ومن هنا ادخل الكتاب بتاع النرجسي والعيوكه، هي وصلت للمرحله دي فعايزه تقدم لي شخصية، وفي نفس الوقت هل الشخصية دي بتقول لي هل هي مرضية او والضد بتاع النرجسي ايه اللي هو الهيوكا. فالكتاب طبعا لما اجي ابص حتى بالغلاف بتاعه الشخصية، او يعني ادي النرجسي وادي الهيوكا الضد او العكس. نعم، صوتكم فضوك يا جماعه عشان نسمع. هي هيوكا، وهقول هيوكا لسبب انا كاتبه برضه هيوكا، ممكن حد يقول هيوكا، وهقول هي جت برضه كل اسم ليها بالظبط يعني. من هنا برضه عشان ادخل للكتاب واقدر افهم طبيعه الشخصيه، لان زي ما انا قلت لحضراتكم ان هي بتقول لي ان الكتاب ده، او احنا نقدر نصنف الكتاب ده ان هو يميل الى علم النفس او الكتاب العلمي او الاسلوب العلمي، ولكن بلغه بسيطه جدا جدا، وان هو كتاب ارشاد نفسي. طيب عشان برضو لازم اعرف نبذه مختصره بسيطه جدا عن علم النفس. طيب علم النفس نشا امتى وازاي ومين اللي اتكلم فيه وجه ازاي وايه المدارس اللي موجوده فيه وهكذا. علم النفس في البدايه كان دي يختلط بالفلسفه، يمكن من ايام الفلاسفه اليونان ديموقريطوس وارسطو وهكذا. ولكن كانت المشكله ايه؟ كانت المشكله ان هم بيخلطوا علم النفس، بيقول لك ان النفس ديت هي مرتبطه بالروح. ومن هنا اصبح الروح، بعد كده الشعور، وبعد كده كانوا بيتكلموا في الذكاء وفي الادراك وفي كل الحاجات ديت، بس كانوا رابطين النفس بالروح.
طيب بدات لغايه ما وصلنا بقى الفلاسفه قعدوا يتكلموا لغايه ما وصلنا لديكارت. ديكارت لما جه اتكلم برضه عن النفس وكده قال لك لا النفس ديت مش مرتبطه بالروح خالص، لا ده هي ممكن تكون مرتبطه بالعقل ومرتبطه بالشعور. طيب اتقدمنا شويه في الزمن، وصلنا للقرن او منتصف القرن اللي انا هختصر بس بسيط جدا، لان طبعا لو عشان خاطر ان انا اقدر اوصل واتكلم عن كتاب علم نفس وارشاد نفسي لابد ان انا اقرا الخلفيه بتاعت علم النفس ولحد ما وصلت للكتاب ده ازاي، وايه الرابط اللي ما بين الكتاب وما بين اخر مدرسه في علم النفس اتكلمت عن الموضوع ده. فكان لازم ان اقرا بعض الكتب او بعض المقالات في المجال ده. فوصلنا هنا في الزمن، هنجرب الزمن شويه لغايه ما نوصل لمنتصف القرن التاسع عشر. منتصف القرن التاسع عشر كان في مدرسة اسمها المدرسة التجريبية في انجلترا. فالمدرسة التجريبية دي كان بدايتها بيسموه أبو علم النفس اللي هو ويليام جيمس. ويليام جيمس ده برضو يعتبر أخو الروائي هنري جيمس الأمريكي. فويليام جيمس قال لأ، قال جملة جميلة جدا جدا وحلل فيها كل الموضوع بتاع علم النفس. قال إن علم النفس هو الحياة العقلية للإنسان. يعني ايه الحياه العقليه للانسان اللي هو ويليام جيمس بنى عليها كل المدرسه بتاعته؟ قال لا، ما فيش حاجه اسمها الروح، ما فيش حاجه اسمها الشعور، انا كل حاجه اربطها في النفس ديت بالعقل وبالفكر. فمن هنا لابد ان انا اشوف فعلا العقل ده بيفكر ازاي، وهل فعلا احنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا، هل العقل دوت فعلا حاجه ملموسه وماديه جوانا وجوه النفس؟ لان احنا نعرف المخ، لكن هل نعرف العقل؟ هل نعرف الشعور؟ هل الشعور، العقل، كل الحاجات دي لها اماكن موجوده في الخلايا العصبيه بتاعتنا بتخلينا نفكر؟ ده اللي قاله ويليام جيمس. طيب هنمشي برضو قدام شويه، نختصر برضو في المسافه شويه والموضوع، لغايه ما نوصل لمين؟ نوصل كان في سنه 1902 مجموعه من الاطباء كانوا متخصصين في المخ والاعصاب، فكانوا بيجتمعوا في فيينا كل يوم أربعاء. كان بداية المجموعة دي كان واحد اسمه إدلر، وكان طبعا معروف سيجموند فرويد، وكان كارل يانج. فالمجموعة دي كان اللي أسسها سيجموند فرويد. ففرويد بدأوا من خلال الاجتماع اللي هو يوم الأربعاء دوت سموه مدرسة الأربعاء. طيب مدرسة الأربعاء دي صدر منها إيه؟ طبعا قلت اللي أسس المدرسة دي كان سيجموند فرويد. صدر من المدرسه دي اللي هي علم النفس التحليلي، اللي هو قائم على التحليل النفسي وتحليل كل الرغبات المكبوته زي ما سيجموند فرويد قال، وتفسير الاحلام، وكل ده ان تفسير الاحلام وكل اللي احنا بنشوفه وتصرفاتنا وسلوكياتنا ما هوش مجرد حاجه كده هزليه او عشوائيه او احنا ممكن نشوف حلم ولا لا، كل دوت بيقول ان هو مرتبط بالعقل وبالتحليل النفسي. طبعا هو هنا بينتمي لمين؟ لويليام جيمس في الاول والمدرسه العقليه، لكن سيجموند فرويد عمل ايه؟ اللي هو اضاف له التحليل النفسي. ومن هنا احنا ممكن بنلاقي الطبيب النفسي او الاخصائيه النفسيه زي الدكتوره فاتن كطبيبه نفسيه او معالجه نفسيه، احنا بنفكر ان الطبيب النفسي بيجي بيقعد ايه؟ المريض قدامه والشيزلونج والاضاءه والموسيقى ومش عارف ايه، وبعد كده الدكتور او طب يقعد يساله في اسئله. لا، هو الدكتور ما بيعملش ايه، هو الدكتور عايز يوصل ايه؟ هو عايز يوصل لاصبار النفس من جوه، عايز يوصل زي ما سيجموند فرويد بيقول ان هو عايز يوصل لجوه هذا العقل وجوه هذا المخ، هو بيفكر ازاي، وبالتالي هو عايز يحط ايده على المشكله علشان هنا يبدا العلاج بتاعه. وهنا جت حته ان الدكتور بيسمع، هو مش بيسمع كده عشوائي زي ما الدكتوره فاتن اعتقد انت بتشوفي بعض المرضى في المرحله ديت، فهي عايزه توصل انها تدخل جوه النفس ديت وتحللها وتشوف هو ايه اللي وصله لكده. طيب مشينا برضو شويه، بدا النفس الحقيقي اللي هو زي ما الدكتوره فاتن كده بتقدم علم النفس والارشادات النفسيه بمنتهى البساطه ولغه بسيطه زي ما اقول، بتوصل لنا للقلب قبل العقل وكده. سيجموند فرويد كان هو فعلا اللي جعل علم النفس دوت متناول الجميع، يعني خلى الناس كلها تعرف يعني ايه علم نفس، يعني ايه احلام، يعني ايه تحليل نفسي. حتى الاطباء، يعني في اطباء اللي هم تخصصوا بعد كده في علم النفس
قالوا برضو نفس الافكار بتاع فرويد. بس هل فعلا مشيت العمليه كده؟ لا، ده لازم في برضو افكار تبقى ضد فرويد. طلعت مدرسه جديده اسمها المدرسه السلوكيه، وهنا المدرسه السلوكيه دي هي اللي انا اعتبرها تمهيد للكتاب اللي هو بقالنا دوت. المدرسه السلوكيه دي طلعت بتقول ايه؟ بدأها واحد اسمه جيمس واتسون وبافلوف اللي هو الروسي وسيمكر الامريكي. فقالوا لا، السلوك هو اللي هو مش عمليه التفكير وبس زي ما فرويد قال والعقل ويليام جيمس قال، لا ده سلوك الانسان نفسه هو اللي بيعكس الفكر اللي هو بيبدا من خلاله الحادث اللي بيحصل قدامه او التصرف او الفعل او رد الفعل اللي هو بيعمله. فمن هنا السلوك هو المتحكم في تصرفات الانسان. طيب المدرسه السلوكيه دي بتقول ايه؟ بتقول حاجه جميله جدا كانت الدكتوره فاتن قالتها لي فعلا، وهي كانت بتناقش ليا مجموعه قصصيه، فكانت اتكلمت على حاجه مهمه جدا، ده اللي لفت نظري. صديقته ملحد، وكانت قالت جمله جميله جدا ما زالت انها فضلت في دماغي لدرجه ان انا بحثت عنها عشان اعرف ايه معنى اللي هي بتقول، يمكن انا ما كنتش عارف لانها طبعا بتتكلم بعلم نفس، وكنت يمكن لما اتفقت معاها وبتكلم في تحليل الشخصيات قلت لها في حاجه مهمه جدا حضرتك ممكن تبقى رائده فيها، اللي هي ايه؟ ان في حاجه اسمها، كنت قراتها في كتب النهض، اسمها علم نفس الروايه. فكانت الدكتوره فاتن بتقدم لي علم نفس الروايه، بتقدم لي يعني ايه علم نفس الروايه؟ بتقدم لي الشخصيات اللي انا كتبتها واتكلمت عنها ديت، وبتحلل لي من جوه. تخيل بقى ان دكتوره واخصائيه علم نفس بتتكلم عن ابطال القصه بتاعتي او هتتكلم عن ابطال الروايه وتحلل الشخصيه دي بتتصرف ازاي كانها شخصيه من دم ولحم قدامها. ده علم نفس الروايه. طب علم نفس الروايه ده بيعكس ايه؟ بيعكس الناحيه او علم النفس السلوكي اللي انا بتكلم عليه، والمدرسه السلوكيه اللي هو بتكلم عنها بافلوف اللي هو الروسي وواتسون وسينكر اللي هو الامريكي. طيب قالوا اللي هي الحته بقى، الجمله اللي انا ارجع لها من الدكتوره فاتن بنت على ايه؟ بنت على حاجه مهمه جدا اسمها المثير والاستجابه. يعني ايه المثير والاستجابه؟ هما المدرسه السلوكيه دي جت لخصت كل الفكر بتاعها في حرفين او ما بين حرفين افتكروهم كويس، حرف الميم وحرف السين. دي المدرسه السلوكيه، حرف الميم مثير، حرف السين استجابه. يبقى كل سلوكياتنا وكل سلوكيات الانسان اللي اتكلمت عنها المدرسه السلوكيه هي ما بين الميم مثير وما بين السين استجابه. هضرب مثل بسيط جدا جدا يوضح قصه المثير والاستجابه. السائق مثلا او احنا لما بنيجي في اشاره مرور بنلاقي اول ما بنشوف ضوء احمر، الضوء الاحمر ده بالنسبه لنا يعتبر مثير. طيب الاستجابه ورد الفعل بتاعي ايه؟ ان انا هقف. هنا ديت المثير والاستجابه. ومن هنا بدا بعد المدرسه السلوكيه ديت يخرج من المدرسه بتاع فرويد اللي هي المدرسه العقلانيه والتحليل النفسي، والمدرسه السلوكيه بتاع بافلوف وواتسون اللي هي بتعتمد على السلوك، بدا يطلع بقى علم النفس العقلاني وعلم النفس اللي هو الايجابي. وعلم النفس الايجابي ده حاجه جميله جدا اتكلم فيها واحد اسمه سبيرجمان دوت، بيتكلم عن الايجابيات اللي ممكن سبيرمان او الجزء الثاني سبيرمان. فقال ان هو بيتكلم عن ازاي علم النفس دوت يبقى في حياتنا مؤثر وله ايجابيات كبيره جدا، يعني ممكن يكلمنا عن السعاده. ليه انا وانا كل ما اتكلم انا اتكلم عن امراض ومش عارف ايه وانفصام شخصيه؟ لا، ده في علم النفس ممكن اتناول السعاده، ممكن اتناول الحب، ممكن اتناول حاجات ايجابيات كتيره جدا جدا. ومن هنا لما اجي ادخل بقى لكتاب النرجسي واليوكا من خلال المدرسه السلوكيه وما بين حرف الميم وحرف السين، اجد هذا الكتاب ينتمي للمدرسه السلوكيه في رايي، وان كان رايي يقبل الصواب او الخطا، او اذا كان الدكتوره فاتن اتفق معاه وتختلف، ولكن من خلال برضه كلمه المثير والاستجابه كفعل ورد الفعل. فانا هجد ضدين، هجد النرجسي وهجد الهيوكا. هجد النرجسي
بكل المزايا اللي اذا كان عنده مزايا او العيوب. كانت الدكتوره فاتن ما بتتكلمش خالص عن ان هو عنده مزايا خالص الا نادرا اما بيكون اللي هو النرجسي اللي هو اللي احنا بنسميه النرجسي الايجابي اللي هو انسان متوافق مع نفسه الى حد ما بس بيحب نفسه اناني شويه بس مش مرضي مش مؤذي مش بيكره الناس مش بيحقد مش يعني كل المزايا بتاع النرجسي دي هي موجوده في هذا الشخص النرجسي. الشخص النرجسي موجوده في العلوم. الشخص النرجسي جات القصه بتاعت لو احنا نفتكر اللي هو نيرسز اللي هي الصوره اللي بتتكلم عن نيرسز اللي هو الشخص اللي هو اعجب بنفسه وشاف الصوره الجميله بتاعته وبعد كده قعد كل يوم يروح لدرجه ان هو عايش الصوره بتاعته فكان ان هو في الاخر بينتحر. فمن هنا جت كلمه النرجسيه او نرجس او النرسز او الشخصيه اللي هي السايكوباتيه بعد كده والشخصيه المريضه وكل الحاجات دي. طبعا الدكتوره عشان ما اطولش عشان اتكلم باختصار جدا الدكتوره فاتن قدمت لي الشخص النرجسي قدمت لي ايه اسباب الشخصيه النرجسيه دي. اسباب الشخصيه النرجسيه دي يمكن لما نرجع نتكلم عن عامل مهم جدا في اسباب اللي هي بتخلي الشخص النرجسي اللي لازم نعرف ليه الشخص النرجسي ده ممكن يكون وليد البيئه بتاعته منذ الطفوله؟ ايه اللي تعرض له اثناء الطفوله؟ الشخص النرجسي ده ممكن يكون نتاج عوامل وراثيه جينات وراثيه. فاي خلل بيحصل في شخصيه الانسان اي مرض لابد ان هو ينشا عن خلل. يبقى اذا لما ينشا عن خلل في الشخصيه اللي هي النرجسيه بهذا الشخص النرجسي لابد ان هو يكون عنده خلل ما لاما في الجينات الوراثيه او البيئه اللي هو تواجد فيها او الطفوله اللي هو بدا ينشا فيها. دي من اهم الاسباب اللي هي بتخلق شخصيه نرجسيه. بعد كده كتبت لي ايه اعراض الشخصيه النرجسيه برضه؟ اعراض الشخصيه النرجسيه هتبص هتلاقي عنده جنون عظمه مش شايفه ان هو بس لو قاعد في مكان لا انا لا كل اللي حواليا دولت لا ما همش هم مين دولت يعني بالنسبه لي يعني لا ده هو عنده جنون عظمه عنده حب الذات اللي هي السيلفش الانانيه العاليه جدا الاوفر قوي ودي الشخصيه اللي هي بتتكلم عنها الدكتوره فاتن واللي هي تقصدها اللي هو الشخص النرجسي. الشخص النرجسي وممكن قدمت لي انواع منه برضه اخطر الانواع منه مش الشخصيه مش النرجسي اللي هو العقلاني اللي بيحب نفسه وبس وعنده جنون عظمه لا قدمت لي الشخصيه النرجسيه اللي هو النرجسي الخفي او النرجسي الخبيث. النرجسي الخفي اللي هو بقى وصل لمرحله ان هو يكره كل اللي حواليه يحقد على كل اللي حواليه بيدمر اللي حواليه بيسيطر على اللي حواليه عايز يخلق من اللي حواليه دولت كده ادوات شطرنج بيلعبهم ويحركهم وكده ويا ويل بقى اللي يخرج عن طاعه لا ده بيأذيه بيوصل هنا لمرحله الاذيه. طيب هل اكتفت الدكتوره هل اكتفت الدكتوره فاتن فعلا بالشخصيه ديت وقدمته لي؟ لا ده هي قدمت لي كمان بتقول لي ان الشخصيه النرجسي ما تفكرش ان النرجسي هو الرجل بس فمعلش برضه انا هتكلم الاسوأ منه مين؟ الست. يعني اعتذر للسيدات لو ايه الاسوأ ليه؟ اصعب قلت حاجه برضه عنها الست النرجسيه اصعب واخطر من الرجل النرجسي بمراحل بالظبط وده اللي هو قالته لي الدكتوره فاتن ان الست النرجسيه من اخطر كمان الرجل. ليه بقى؟ هي قدمت لي نموذجين للسيده النرجسيه. نرجسيه الام اللي هي بتحب ابنها وفي الطفوله بتعذبه مش عارف ايه عشان بيعمل غلط او هيتبع غلط مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب عشان انا حد الاسئله دي يفصل انت جايب طالما هي اللي بتقولي ايه ده نرجس ولا ايه؟ انا جايب الحاجات العقاريه ايوه ده اللي جرب نعم. فمن هنا قدمت لي النموذجين من السيده اللي هي النرجسيه. قدمت لي الام وهي بتخاف على ابنها في الطفوله وتعذبه ممكن ينشا عن ذلك اللي هو الشخصيه النرجسيه لما يكبر وكده. طيب الشخصيه بقى اللي هي النرجسيه اللي هي تعمدت الدكتوره فاتن ان هي تقدمها وتتكلم عنها
وتقول ان هي دي فعلا اخطر من الرجل النرجسي اللي هي الشخصية السيدة خاصة المتزوجة اللي هي بيقولوا عليها المسيطرة او اللي هي بتحب نفسها جدا اللي عندها انانية اللي بتحب تسيطر على كل شيء لدرجة ان هي ممكن تأذي الانسان اللي بتحبه او الانسان اللي هي تتزوجه. وقدمت لي بعض الصفات وازاي الشخصية ديت انها بتوصل فعلا انها بتبقى شخصية مرضية. بتبقى اول شخصية ناعمة جدا جدا بتدخل من مدخل الحب تدخل مدخل الحنان تدخل من مداخل اللي هي النعومة اللي هي القوة اللي عند المرأة في ضعفها أو في قوتها. وشوية شوية بنجد هذه السيدة بتسيطر بتضغط على الرجل من ضغوط الحياة المادية المهم بتعمل استرس وكل ضغوط الحياة بتضغط خلاص ما يصبح هذا الرجل شخصية زي ما يقول مجرد دمية في ايديها تحركه زي ما هي عايزة. وطبعا يويله في الاخر زي ما هي قالت ان هو لو خرج عن الطاعة او خرج عن اللوحة او الخط اللي هي رسمته بيه. طيب من هنا بنوصل لمعظم او وصلنا كده ان احنا تعرفنا على ملامح الشخصية النرجسية. ولذلك يمكن الوم على الدكتورة فاتن شوية معلش ان هي تناولت الشخصية النرجسية دي يمكن على حسب البي دي اف اللي معاها والكتاب يمكن 75% من الكتاب. اتكلمت عن اليوكا او الايوكا في حوالي 20 صفحه او 25% من الكتاب. كنت اتمنى انها تفرد كتير جدا جدا عن كنا هنكشف اوراقنا للنرجسي فيتلاعب علينا بالظبط. لازم يبقى في حاجه جوه كده نتعامل بيها. فمن هنا ده هيبقى في البيت بالظبط. فمن هنا المهم يعني المهم ان هي قدمت لي شخصيه الهيوكا دي. شخصيه الهيوكا من الشخصيه اللي هي نقدر نقول الشخصيه المتوازنه نفسيا. ولذلك الهيوكا ده يعتبر زي ما احنا قلنا نرجع تاني افكر في حته الميم والسين وحته المثير والاستجابه. فاذا كان عندي مثير وعندي استجابه في الناحيه الثانيه فعندي النرجسي يبقى عندي الهيوكا. فلدرجة ان هو الهيوكا او الشخصية الهيوكا دي يعتبر هو الضد مش 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 العدو بتاع النرجسي. هو النرجسي بيكرهه ليه؟ لان هو النرجسي عارف ان هو اول ما هيقع قدام شخص هيوكا لا انا كاشفك كويس وعارف ان انك انت كشفنا في نفس الوقت. فالاثنين بيبقوا عارفين بعض كويس ده كاشف ده وده. لذلك النرجسي يخشى جدا وجود هيوكا قدامه وعارفه كويس وكاشفه. فلذلك الهيوكا شخصيه نقدر نقول ان هي متوازنه عندها الحكمه عندها الروح عندها السلام الداخلي. لذلك هي اول ما بدات لي الكتاب في التمهيد بتاعها كلمتنا عن ايه؟ كلمتنا عن السلام الداخلي. انت عايز توصل لسلام داخلي ازاي؟ السلام الداخلي ده هو اللي بيوصل له الهيوكا. لو كان عندنا السلام بالدرجه دي هنبقى شخص هيوكا بالنسبه للشخص النرجسي الخفي المؤذي بزياده المؤذي اللي حواليه ومؤذي لنفسه كمان. لكن لو ما عندناش درجه السلام النفسي دي احنا مش هنبقى نرجسي ولا هنبقى هيوكا. احنا هنبقى على الله حكايتنا وده اللي حصل في اليوكا كلها. فاخر ما اختم بيه يعني انا كنت كتبت دراسه وان شاء الله بنشرها عن النرجسي والهيوكا برضه. ولكن اقرا من الاخر يعني حوالي صفحه كتير قوي كده عن المقارنه ما بين بقى الهيوكا والنرجسي هنا عشان نقدر نعرف ونتعرف على ملامح التجربه الكامله عن الدكتوره فاني. فبقول ان التغلب على الشخصيه النرجسيه هنا ليس مهمة سهلة وهناك بعض الصفات والنهج الذي له تأثير إيجابي على التعامل معه. يعني مش سهل جدا إن أنا أتغلب على الشخصية النرجسية دي. لأن الشخص النرجسي بيحاول تحويل الانتباه دايما زي ما قلنا له وإبراز إنجازاته الخاصة. لأنه دايما النرجسي ده في حالة إيه؟ في حالة تتميز بالغرور، بتتميز بالأنانية، بتتميز بالاستغلال، بتتميز عنده عدم التعاطف. ودايما عنده حاجه مستمره للاعجاب والاهتمام وبيعتقد دايما زي ما قلنا ان هو متفوق على الاخرين. طيب نيجي هنا مصطلح اللغه زي ما انا قلت للدكتوره فاتن الهيوكا او زي ما هي كاتبه الهيوكا. فالهيوكا يعني بالانجليزيه اتش اي واي او كي اي هيوكا بنترجمها ه ي واو كاف ألف هيوكا. في الكتاب هيوكا الاثنين كله يمشي والمصطلح كله برضه ماشي. ولكن كلمة الهيوكا حاولت أبحث عنها هي اشتقت منين أو جت منين. فوجدت إنها جت من
من الثقافات الامريكيه الاصليه، وبالتحديد كانت في لغه في الثقافات الامريكيه دي اسمها لغه الكيتشوا. الكيتشوا وديت الكيتشوا دي بتعني الشيء المطلوب او الشيء المخالف او اللي هو اللي عنده برضو احيانا بيبقى نوع من الروحانيه يعني عكس المتوقع. بالظبط، وعكس المتوقع وان هي شخصيه متعاطفه ومبدعه ومرحه ومتنوعه وتستطيع ان ترى الاشياء من زوايا مختلفه وتتحدى القواعد والتقاليد، ودايما بتشير الى الافراد اللي هم الذين يتمتعون بقدرات استثنائيه. طيب علاقه النرجسي الهيوكه بالنرجسي قد تكون معقده ومتناقضه، فمن جهه قد يجذب الهيوكه النرجسي، يعني شوفوا بقى ازاي ممكن ان الهيوكه ممكن في الحاله دي تجذب الهيوكه ممكن يجذب النرجسي. بيجذبه ازاي؟ بيجذبه بسحره زي ما قلنا، السلام النفسي بتاعه، السلام الداخلي بتاعه، بيجذبه بسحره وذكائه والابداع الروحي اللي عند الهيوكه. فمن هنا الشخصيه الهيوكه زي ما بنقول بتجذب الشخصيه النرجسيه. قد يحاول النرجسي هنا بقى في الحاله دي الاستفاده منه، بيحاول السيطره عليه. ومن جهه اخرى قد يكون الهيوكة، خد بالكم الحتة ديت قوي، قد يكون الهيوكة هو العدو الأقوى للنرجسي. فالعدو الأقوى للنرجسي ليه بقى؟ لأنه يستطيع أن يكشف زيفه ويكشف ضعفه ويتحداه بطرق غير متوقعة ومبتكرة. الهيوكة برضو شخص متعاطف ومبدع ومرح ومتنوع، بيستطيع أن يرى الأشياء من زوايا مختلفة ويتحدى القواعد والتقاليد. على العكس بنجد النرجسي هو شخص مغرور، شخص أناني، شخص استقلالي، عديم التعاطف، بيعتقد دائما أنه هو متفوق على الآخرين ويستحق معاملة خاصة. والهيوكة هنا بنجد برضو عنده إيه؟ أنه هو بنجد أنه هو شخص واقعي جدا وشخص بسيط، يعني شخص مش متعالي مش مغرور، لا ده هو بنجده شخص واقعي، بنجد عنده الحكمة لأنه شخص حكيم، بنجد عنده أنه هو بيتخذ قرارات صائبة، ولما بيحكم في حاجه او قضيه كده بيحكم بطبيعه جدا بسيطه جدا، وبيحب ان هو ايه يعدل. ولكن النرجسي العكس، النرجسي خيالي مخادع، بيتجاهل الحقائق، بيختلق دايما المبررات، بيتحدث دايما عن الذات. الهيوكه بقى في المقابل بنجده العكس، شخص استقلالي، شخص استقلالي عنده ثقه، بيعيش حياته الفرديه غير تابع للاخرين. ده بيقول ان هو الانسان اللي هو عنده الرضا النفسي، عنده الرضا النفسي زي ما فعلا الدكتوره فاتن قالت لي من الاول، بيبحث عن السلام الداخلي. فان الرضا النفسي فعلا عند الشخصيه الهيوكه ديت مهمه جدا جدا، لان هو عايز يوصل لمرحله السلام النفسي. ما عندوش بالمعنى اصح، عايز اقول ايه، ما عندوش بمعنى اصح حته ان هو عنده عقل عشان يطلعها على الناس، لا، على عكس اللي هو ايه زي ما قدمنا في الشخصيه اللي هي ايه النرجسيه، بيطلع كل اللي فيه على الناس وبيتكلم بالمرضيه، حته الحقد اللي جواه، حته الكراهيه، كل دوت من الصفات اللي هي السلبيه عن الشخص النرجسي. هجري شويه بقول طبعا ان ما فيش دليل علمي على ان الهيوكا ممكن يتحول الى نرجسي او العكس، يعني السؤال هل فعلا ده كان بيتقدمه، هل ممكن الشخصيه النرجسيه تبقى الهيوكا او لا؟ العكس جدا جدا جدا، صعب جدا ان الشخصيه الهيوكا انها ممكن تتحول. ولكن النرجسيه ليه بقى؟ لان النرجسيه هنا حاله نفسيه بتتطلب هنا تدخل نفسي وعلاج. وهنا نختم، هل فعلا الشخصيه النرجسيه لها علاج نفسي ودوائي؟ الدكتوره فاتن قالت لي برضو ايه، ان صعب جدا ان انا هجد علاج نفسي او علاج دوائي. ما علاج الدوائي اللي هي علاجات الاكتئاب وامراض الاكتئاب ومش عارف ايه، فبناخد بعض المسكنات المعدات المنومه، ده علاج دوائي. ولكن العلاج النفسي صعب جدا جدا. الدكتوره فاتن قالت اسلم علاج للشخص النرجسي هو تجنبه والبعد عنه. اخر حاجه ممكن اقولها، ان احنا لو رسمنا فعلا علاقه بيانيه ما بين الشخص النرجسي والشخص الهيوكي، الهيوكي نقدر نقول هي علاقه عكسيه. لو عندي شخصيه نرجسيه 25% هنلاقي هيوكي 75%. طب لو عندي العكس، شخصيه هيوكي 90% هلاقي شخص نرجسي 10%. لذلك كل واحد مننا من ممكن يكون فيه فعلا عنده حته النرجسيه البسيطه، كل واحد مننا ممكن يبقى عنده حته الهيوكه العاليه، ولكن اتمنى ان الكل يا رب يبقى عنده الهيوكه بنسبه 100%. فالف الف مبروك للدكتوره فاتن.
بس